ميكسات راديو. بعد ما هنأت منظمة الصحة العالمية المغرب على النجاح اللي حققه على مستوى الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا، اقترحت اللجنة العلمية على الحكومة انفتاح المغرب على لقاحات أخرى مضادة للفيروس، كما تخوف البعض في المقابل من عدم توفر الكمية الكافية من اللقاحات الخاصة بالجرعة الثانية. هذا الأمر اللي غادي نتعرفه من خلاله أكثر رفقة البروفيسور مولاي مصطفى الناجي، وهو مدير مختبر الفيروسات بكلية الطب بالدار البيضاء في النسمة. بخصوص الجرعة الثانية، غير ليطمئنوا المواطنين أنه أي واحد يخطأ اللقاح فخذ الجرعة الأولى، الجرعة الثانية ديالو راه تتسناه في الموعد ديال اللقاح، لأنه في البداية فاش تعطى ليه الجرعة الأولى والجرعة الثانية تبقى في الخزان تتوصل الموعد وتياخذها. إذا لا تخوف عند هاد المواطنين، اللقاح ديالهم غادي يجي. الآن بالنسبة للقاحات المستقبلية، هو طبعا العالم كله تعرف واحد الضغط، وهذا الضغط كاين على الشركات، والشركات الآن اللي تتنتج هذه اللقاحات عندها واحد الطلب على الصعيد العالمي. وهنا راه الآن حان الوقت باش خصنا نحلوا الأبواب على شركات أخرى اللي باش نستوردوا منهم هذه اللقاحات باش يمكننا نوصلوا لديك المناعة جماعية ل 70% اللي كل شيء ينتظرها إن شاء الله.